أهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. نبدأ بأبرز العناوين. في اليوم 200 للحرب، غزة مدمرة ومحادثات متوقفة، وحماس أمام ضغط عسكري وسياسي بدأ في واشنطن وانتهى في الدوحة. مجلس الشيوخ يقر دعما عسكريا لتل أبيب وكييف. أمريكا تنكر على الصين علاقتها بروسيا وتقر دعما لأوكرانيا. بكين غاضبة من واشنطن وتعتبر أن نهجها منافق. ترامب يراكم جبل التهم بتهمة جديدة. الرئيس السابق يواجه تهمة ازدراء المحكمة بسبب تعليقاته على الشهود. ورسالة من الفضاء من على بعد 24 مليار كيلومتر، ناسا تتلقى استجابة من مسبار فضائي انقطع الاتصال به منذ 5 أشهر. أهلا بكم. في اليوم 200 للحرب، غزة لم تعد كما كانت، فالمدينة مدمرة بل اختفت ملامحها، توقفت الحياة فيها وحتى المحادثات لأي مخرج سياسي متوقفة. وما بقي يعمل حتى الآن هو الآلة العسكرية بعد أن دخلت الحلول السياسية في متاهة أروقة السياسة. أما إسرائيل وحماس فهما اليوم في ضغط عسكري وسياسي، وهنا ثمة سؤال يطرح: هل ستغادر القيادة السياسية لحركة حماس قطر؟ سؤال بدأ يثار مؤخرا في ظل تقارير صحفية غربية تشير إلى أن الحركة تبحث نقل مقرها خارج قطر. في ظل هذه الأنباء، الدوحة أعلنت اليوم أنه إذا استمرت الوساطة فلن يكون هناك مبرر لإنهاء وجود مكتب حماس في قطر، لافتة إلى أنها حاليا في مرحلة إعادة تقييم. والكلام هنا لماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. الأنصاري لم يخفي حالة الإحباط لدى الوسطاء لعدم التوصل لاتفاق في شهر رمضان، كما طالب الطرفين بمرونة وجدية للوصول إلى نتيجة، مشيرا إلى أن فرق التفاوض بشأن الهدنة في غزة غادرت الدوحة ولم تعد موجودة. هناك مراجعة دائمة لمبادرات السياسة الخارجية القطرية بشكل عام، وخاصة في إطار هذه الوساطة، وهذه المراجعة نابعة أولا من الرغبة الصادقة في أن يكون هناك منتج حقيقي لهذه الوساطة، وأن تنجح هذه الوساطة بشكل حقيقي، وأن يكون هناك خفض تصعيد حقيقي في المنطقة، وثانيا بأن يكون هناك أيضا دراسة لجدية كل الأطراف في إطار هذه الوساطة، سواء طرفي الصراع أو الأطراف الأخرى الداعمة في إطار هذه الحرب لجهود الوساطة. ونحن حقيقة نبحث عن جدية حقيقية من الجميع في هذا الإطار. سبق هذا التطور تقارير صحفية غربية ذكرت أن حماس تواصلت مع دولتين على الأقل بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما. وفي تعليقه على تلك الأنباء، استبعد رئيس التركي الأمر فأردوغان وفق قوله لا يعتقد أن قطر ستتخذ مثل هذه الخطوة. أما حماس فنفت للعربية في وقت سابق على لسان المتحدث باسم الحركة محمد نزال نيتها الخروج من قطر. وبالتالي أريد أن أقول بشكل واضح، لم تطلب منا القيادة القطرية أن نخرج، ونحن لم نبادر إلى بحث هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا يأتي في سياق بث الأخبار الكاذبة للضغط على قطر من ناحية وعلى حركة حماس من ناحية. هناك عدم ارتياح صهيوني ولا أقول أمريكي إلى الوساطة القطرية. هم يريدون أن تقوم حركة حماس، أن تقوم قطر بالضغط على قيادة حركة حماس لقبول الشروط الصهيونية. نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق. لكن في ظل هذا النفي، نقلت صحيفتا وول ستريت جورنال الأمريكية والتايمز البريطانية عن مسؤولين عرب أن حماس تبحث مع عدة دول لنقل مقرها. فما هي خيارات حماس يا غسان؟ راوية بحسب وول ستريت جورنال الأمريكية والتايمز البريطانية، فإن حماس تواصلت مع دولتين على الأقل. فبحسب التايمز فإن تركيا دولة مرشحة قوية، لكن كما تبعنا تصريحات أردوغان فإن الأمر يبدو مستبعدا. تقول الصحيفة البريطانية إن أنقرة رفضت فكرة انتقال مقر قيادة حماس إلى تركيا، لكنها لم تستبعد أيضا أن تغير رأيها لاحقا. كما أن مصادر التايمز لم تستبعد أيضا عودة حماس إلى العاصمة السورية دمشق،
بضغط إيراني، وبدرجة أقل تبرز طهران كخيار للحركة، فيما يبقى لبنان خيار بعيد. في المقابل تنفي حماس هذه الأنباء وتعتبرها محاولات للضغط عليها، وهذا ما تشدد عليه الحركة روية. صحيح غسان، ولكن كل هذه الأنباء والتطورات أيضا أدت بالتزامن مع زيارة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قبل يومين إلى تركيا، حيث التقى في اسطنبول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا مسؤولين أتراك آخرين. ما عدها مراقبون أنها زيارة تمهد ربما لشيء ما، إذا ما عدنا أيضا طبعا لتصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي حقان فيديفان خلال اجتماعه بهنية في الدوحة، وتصريحات أخرى تلمح إلى نية دخول أنقرة على خط الوساطة. ينضم إلينا من بيروت عبر الهاتف مسؤول الإعلام لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني. أهلا بك معنا سيد وليد. يعني استمعنا منذ قليل إلى الخارجية القطرية، يبدو أن هناك إحباط قطري كبير حتى الآن. ما المعلومات المتوفرة حول ما وصلت إليه المفاوضات بين الأطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخت راوي على هذه الاستضافة، والتحية موصولة للمشاهدين الكرام. بخصوص المفاوضات حول ما يحصل، يعني حركة حماس حتى هذه اللحظة قدمت 4 أوراق للوسطاء، وكان هناك تفصيلا ومفصلا من خلال هذه الأوراق، ولكن من الواضح أن الاحتلال وحكومته المتطرفة لا تريد التوصل إلى اتفاق، وما يتم هو محاولة من قبل نتنياهو لكسب الوقت، والاحتلال يحاول إظهار تجاوبه ومشاركته بالمفاوضات، وذلك لامتصاص الضغط الداخلي والخارجي، وهم ليسوا جادين بالتوصل إلى أي اتفاق. من هنا نقول أن العدو الصهيوني يريد إعادة أسراه فقط، يعني هو يريد. طب ما العراقيل؟ ما العراقيل سيد وليد؟ العراقيل أن العدو الصهيوني يرفض شروط المقاومة، شروط المقاومة واضحة، هي وقف إطلاق النار، انسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ومن ثم تكون مدخلا إلى المفاوضات على ملف الأسرى. ولكن الذي يعطل ويماطل ويضع العصي في الدواليب هو الجانب الإسرائيلي ونتنياهو بالتحديد، ويأتي تصريح بلينكين ليزيد ليكب الزيت على النار، ويحمل حركة حماس المسؤولية عن فشل المفاوضات. ويجب أن يعلم الجميع وأن يدرك أن من يعرق المفاوضات ويتحمل المسؤولية المباشرة هو المجرم نتنياهو بالتحديد، ويعمل على إفشالها ويضع. سيد وليد، حتى الخارجية القطرية، يعني السيد الأنصاري عندما تحدث عن تعطيل وتحدث عن إحباط من ما وصلت إليه هذه المباحثات، لم يلقي باللوم على إسرائيل ولا حتى عليكم، ولكن ألا يعد هذا تقاسما ربما لوضع العراقيل بينكم وبين الجانب الإسرائيلي؟ كما ذكرت أن حتى الإدارة الأمريكية تحمل حركة حماس مسؤولية فشل المفاوضات، ولكن يجب أن نعلم سابقا الإدارة الأمريكية نفسها رحبت ومدحت برد حركة حماس على الورقة الفرنسية في مارس الماضي، واعتبرت هذا الرد هو ممهدا للهدنة. اليوم الإدارة الأمريكية ترفض هذا الرد كما ذكرت، وتحمل حركة حماس المسؤولية، وبدورها تنفي المجرم الإسرائيلي من مسؤوليته عن إفشال اتفاق الهدنة، مما يظهر مجددا ازدواجية المعايير لدى الأمريكيين وتناقض الموقف واختلافه. الإدارة الأمريكية، أعيد وأفرغ، هي تمارس النفاق السياسي، حيث تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، ولا يعلم الجميع أن الإدارة الأمريكية ليست وسيطا نزيها. طيب سيد وليد، سأنتقل إلى نقطة أخرى، نقطة مغادرة قيادة حماس السياسية من قطر. هل هناك من معلومات تتحدث أو مباحثات عن هذا الموضوع؟ هل يخرج القادة من الدوحة؟ قيادة حماس السياسية لا تبحث عن مكان إقامة بديل، والإشاعات هي حرب إعلامية ضاغطة في ظل تمسك الحركة بشروطها، وهي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين إلى شمال غزة. وهذه المسارات الثلاثة تكون مدخلا لصفقة تبادل الأسرى. تمسك حركة حماس
يعني جعل هذا الضغط وهذه الأخبار وهذه الإشاعات تظهر للعلن، ومن سرب كل هذه الأخبار ويروج لهذه الأخبار هو الإعلام العبري والإعلام الأمريكي، ونحن نضع هذه الأخبار. ولكن سيد وليد، يعني كيف تفسرون التصريحات القطرية التي ربطت ب... اسمح لي، كيف تفسرون التصريح القطري اليوم بأنه بقاء قيادة حماس في الدوحة مرتبط باستمرار المفاوضات ونجاحها؟ العدو الصهيوني هو الذي رفض الوساطة القطرية، وهو الذي يهاجم هذه الوساطة، يعني أن الاحتلال لا يريد وسيطا محايدا ونزيها، بل يريد أداء تضغط على شعبنا الفلسطيني وعلى مقاومته، وهذا ما لا يقبله أحد، وهذا استهداف مباشر للدول القطري من قبل العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يريد أدوات في يده، يريد أن تتنازل المقاومة، ويريد أن يعني ترفع المقاومة الراية البيضاء، وهذا ما لا يحصل. يعني طب هل هناك ضغوط تتعرضون لها من قبل الجانب القطري؟ عفوا، طبعا متعلقة بالصفقة. لم أسمع السؤال. هل هناك ضغوط تتعرضون لها من الجانب القطري للقبول ببنود الصفقة؟ هذا غير موجود، وأنا وضعت ذلك في سياق وفي سياق محاولات للضغط على الحركة إعلاميا وسياسيا من قبل العدو الصهيوني. ونحن علاقتنا مع دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية علاقة متينة ومتجذرة وكذلك قوية، وهذه العلاقة تشكل عمقا استراتيجيا لشعبنا ولقضيتنا الفلسطيني. نعم سيد وليد، سؤالي لك أيضا حول هذه الضغوط، ولكن من ناحية خطة باء، هل يبحث داخل القيادة السياسية في حركة حماس الآن عن خطة باء في حال حصل يعني ترحيل لهؤلاء القادة السياسيين من الدوحة؟ في السياسة كل شيء وارد، أنت تعلم ذلك. أعلم ذلك، ولكن وضعت ذلك في سياق الإشاعات والفبركات والبروباغندا الإعلامية التي يسوق لها الإعلام الإسرائيلي والإعلام العبري والإعلام الأمريكي، ونحن غير معنيين بالرد على هذه الإشاعات، ولكن نقول أن حماس يعني وجودها في قطر أو في أي دولة لا غير متعلق. عفوا، تفضل، أنا أسمعك سيد وليد. وجودنا في قطر وفي أي دولة هو لدعم قضيتنا الفلسطينية ولدعم المقاومة، ووجود إعلامي وسياسي، يعني نحن متواجدون في قطر منذ سنوات ولم يطلب مننا أن نغادر قطر، لذلك نحن موجودين في كل بقعة مرحب فينا. قلنا سابقا يعني حماس وفصاء المقاومة منفتحة على كل المبادرات التي تخدم القضية الفلسطينية، وأي دولة تمد يدها للقضية الفلسطينية نحن نرحب بهذه المبادرات التي تكون تخدم قضايا شعبنا وتحافظ على حقوقنا وتلبي شروط المقاومة وشروط الشعب الفلسطيني. سيد وليد، الآن الصفقة على ماذا تتوقف، وما التنازلات التي يمكن أن تقدمونها الآن في هذه المرحلة؟ الصفقة كما ذكرت نحن قدمنا حتى الآن 4 ورقات، وهذه الورقات حتى الورقة الأخيرة كانت مفصلة بشكل كامل ومقسمة إلى 3 أقسام و3 مراحل، في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وقدمت هذه الورقة للوسطاء، ولكن الذي رفض بنود هذه الصفقة هو الجانب الإسرائيلي. شروط المقاومة واضحة وشاملة وليس مجزأة، وقف إطلاق النار، انسحاب العدو من قطاع غزة، عودة النازحين، وتكون مدخلا للذهاب إلى ملف البحث في ملف الأسرى بشكل مفصل وبشكل دقيق، ولكن من يضع العصي في الدواليب هو العدو الصهيوني وبالتحديد نتنياهو ويسانده في ذلك الإدارة الأمريكية. شكرا جزيلا لك من بيروت، عبر الهاتف مسؤول الإعلام لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني. إذن بعد مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ماذا تبقى من المدينة لتبقى صالحة للعيش؟ نتابع.
يعد الفلسطينيون في غزة أيام الحرب الإسرائيلية التي بلغت اليوم 200 يوم، أيام عاشوها بكل تفاصيل الرعب التي حملتها الحرب وما تزال. هنا برفح التي تعج بالنازحين يتكدس مئات الآلاف في ظروف إنسانية صعبة، وفوق ذلك يعدون الأيام على وقع التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية على هذه المساحة المتبقية من القطاع. كنا قبل الحرب تحت الصفر، اجت الحرب حطتنا تحت درجة الصفر ب200 يوم. تخيل انت شعب بطالة وجوع وجته حرب، ايش بده يجيب له؟ جاب له برضه الجوع والتعب والانهيار. احنا شعب مهلك. عايش بخيمة لي 200 يوم مشردة من داري، ادنى مقومات الحياة يعني ابسط اشياء الحياة نفسنا نعيش، ما في اي اشي. يعني ايش احكي لك، لما انا بدي اعبي مي مثلا بدي 200 متر 150 متر لما اصل انا عشان اعبي قزازة مي تكفيني 3 ايام مثلا، اكل شرب خضره ما فيش اي حاجه. بعد 200 يوم من الحرب دخلت المجاعه على الخط وكادت ان تفتك بمن نجا من القصف، الى ان تمكنت الاف الشاحنات الاغاثيه من الدخول عبر معبري رفح وكرم ابو سالم رغم القيود الاسرائيليه وفق ما تؤكده تقارير امميه، لكن ذلك لم ينهي المعاناه في الحصول على الغذاء والدواء والمساعدات، فطريقها نحو الشمال كان وما يزال يحوم حوله الموت. القطاع بحاجة ملحة إلى توسيع رقعة هذه المساعدات والعمل على زيادتها لتداعيات 200 يوم من العدوان المتواصل وما خلفه على الصعيد الصحي والإغاثي والإنساني. بعد كل هذه المعاناة يظل لهيب الحرب الإسرائيلية في غزة مستعرا لأجال غير معلومة في وقت يتطلع فيه سكان القطاع إلى وقفها ليتحضروا لحرب طويلة أخرى مع العودة إلى الحياة الطبيعية في مدينة دمرت الحرب معالمها ولم تستثني شيئا من منشآتها. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. أمريكا تنكر على الصين علاقتها بروسيا وتقر دعما لأوكرانيا. بكين غاضبة من واشنطن وتعتبر أن نهجها منافق. ومن ملفاتنا أيضا ترامب يراكم جبل التهم بتهمة جديدة. يبدو أن ما يحق لأمريكا لا يحق للصين، على الأقل هذه وجهة نظر بكين، والقصة بدأت عندما قالت إدارة بايدن إن الصين تغذي حرب أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر إمداد روسيا بمعدات يمكنها استخدامها لتوسيع إمكانياتها العسكرية لترد بكين على النفاق الأمريكي كما وصفته وتعلق عبر خارجيتها. الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا بينما تدلي باتهامات لا أساس لها بشأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا. هذا النهج منافق. لقد كشفت الولايات المتحدة عن مشروع قانون مساعدات واسع النطاق لأوكرانيا في حين وجهت أيضا اتهامات لا أساس لها ضد التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا. هذا النوع من النهج منافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تعارضه بشدة. كما عرض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين مساعي الولايات المتحدة في قطع العلاقات التجارية بين الصين وروسيا، واصفا النهج الأمريكي بالمنافق وغير المسؤول بحسب تعبيره. لكن مشاهدينا سنتعرف معكم أكثر على حجم المساعدات الأمريكية لحلفائها والتي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ منذ قليل. إذن المساعدات الأمريكية لإسرائيل بوجه أوكرانيا وأوكرانيا بوجه روسيا وتايوان بوجه الصين تبلغ 95 مليار دولار، منها أكثر من 26 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، مع تحديد أن الأموال ستدعم جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها ولتعويض العمليات العسكرية الأمريكية ردا طبعا على الهجمات الأخيرة.
أما أوكرانيا فستحصل على 61 مليار دولار لمواجهة روسيا في حربها عليها، وسيتم تخصيص ما يقرب من 14 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات دفاعية أخرى لكييف. تنضم إلينا من واشنطن نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية. أهلا بك نادية. يعني ما الذي تريده إدارة بايدن من إقرار هذه الحزم بقيمة 61 مليار دولار؟ ما الذي تريد تحقيقه سياسيا؟ أولا ربما ما تريد أن تحققه عسكريا وهو أن تغير موازين القوة على الأرض. كما تعرفين هناك تقارير تقلق واشنطن بأن كييف تخسر هذه المعركة أمام موسكو، وطبعا كان هناك نداء من الرئيس زيلينسكي للمشرعين في الكونغرس بأن عليهم تمرير هذه الحزمة الضرورية. بدون أسلحة أمريكية لا تستطيع أوكرانيا أن تنتصر في هذه المعركة. البيت الأبيض يصور هذه المعركة على أنها معركة للديمقراطية، معركة للسيادة، ومعركة على مصير أوروبا. إذا انتصر بوتين في أوكرانيا هذا يعني بأنه سيتمادى وسيقوم بغزو دول مثل بولندا والبلطيق وغيرها. طبعا لا يوجد دليل على هذا، لكن على الأقل هذا ما يقوله البيت الأبيض. وأعتقد بأنه في آخر اجتماع للجي 7 الدول الصناعية عندما كنا في إيطاليا كان هناك أيضا تركيز بشكل كبير على الأسلحة الدفاعية في الجو، هذا ما تريده أوكرانيا. وبالتالي استطاع البيت الأبيض بعد جهد طويل جدا وبعد ربما إغلاق الباب وحتى إغلاق الأمل إذا أردت نوعا ما من البيت الأبيض أمام المشرعين في مجلس النواب أن تمرر هذه الحزمة بسبب التسييس الداخلي. لماذا؟ لأن الجمهوريين في مجلس النواب كانوا يريدون ربط هذه الحزمة بمساعدات للحدود الجنوبية، بحزمة من الكونغرس لحماية أمن الولايات المتحدة القومية من المهاجرين غير الشرعيين. هذا لم ينجحوا به، وبالتالي ما قام به في طبعا مايك جونسون وهو رئيس مجلس النواب هو فصل هذه الحزمات عن بعضها. أوكرانيا 61 مليار دولار كما ذكرت، إسرائيل 26 مليار، وتايوان ب 8 مليار. طبعا بعد تمريرها في مجلس النواب، تمريرها اليوم قبل قليل في مجلس الشيوخ كان تحصيل حاصل، الآن بعد مجلس الشيوخ ستذهب إلى المكتب البيضاوي، سيوقع عليها الرئيس بايدن وسيبدأ بإرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. هل سيتغير الوضع عسكريا وموازين القوى؟ هذا ما سنراه، لأنه قد يكون الوقت قد تأخر نوعا ما، لكن على كل الأحوال هناك امتنان في البيت الأبيض في واشنطن وفي كييف للمشرعين في الكونغرس لتمرير هذه الحزمة العسكرية. نادية، استمعنا بالأيام القليلة الماضية وقرأنا عن تقارير تقارن وتتحدث عن هذه الأرقام العالية، مليارات الدولارات، بأنه كان يمكن أن توظف في قطاعات أمريكية وأن تدعم فئة الناس يعني ذوي الدخل المحدود أو المعلمين وغيرها. ما رأي الشارع الأمريكي في ذلك؟ هذا صحيح، لكن إلى حد ما سواء كانوا الجمهوريين الذين مرروا هذه الصفقة التي عادة ينتقدون البيت الأبيض أو حتى الرئيس بايدن يقولون بأن جزء من هذه الأسلحة يعني بدرجة كبيرة نتحدث بالمفهوم الواسع لإرسال هذه الأسلحة هي أيضا تخدم القطاع ما يسمى بالإندستريال كومبلكس الصناعي العسكري الأمريكي. جزء من الأسلحة هذه لا تذهب هباء فقط لمساعدة الأوكرانيين، جزء منها أيضا تقدم كقروض لأوكرانيا عليها أن تدفعها لاحقا، وبالتالي هي تقول بأن هذا يذهب جزء كبير منه لدعم المواطن الأمريكي العادي الذي يعمل في القطاع العسكري. لكن دون شك هناك انتقادات، وخصوصا كما ذكرتي ليس فقط بأنه مطالب الجمهوريين بتأمين الحدود الجنوبية، لكن أيضا الطلاب الذين يدفعون قروض عالية جدا بالمقارنة مع الديمقراطيات الغربية، القطاع الصحي الذي إذا لم يكن هناك تأمين من قبل شركة لأي مواطن أمريكي عليه أن يدفع بنفسه، وبالتالي أكيد هناك انتقادات كبيرة وخصوصا من الرئيس السابق دونالد ترامب. من واشنطن نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ورغم هذا التصعيد الأمريكي الصيني يزور وزير الخارجية الأمريكية بكين، فلماذا هذا التصعيد يا محاسن؟
بالفعل راوية، التصعيد مستمر بين البلدين، ورغم محاولات واشنطن وبكين على الإصلاح العلاقات بينهما، وقام عدة مسؤولين أمريكيين بزيارة لمسؤولين إلى الصين، لكن من الناحية العملية تظل العلاقات متوترة للحد من صعود الصين. إذن الولايات المتحدة تريد الحد من صعود الصين سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً، وهي أسباب أكثر من كافية لتوتر العلاقات بين البلدين. من الناحية الاقتصادية تهيمن الصين على الأسواق العالمية وهي في تنافس دائم مع واشنطن، وبالتالي هي من المصادر الرئيسية للتوتر بين البلدين. وتنظر الصين إلى المحاولات الأمريكية لخفض إنتاجها الصناعي ومنع الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً على أنها حرب تجارية. وفي الجانب العسكري، دعم أمريكا لتايوان بالسلاح سبب رئيسي لتوتر العلاقات أيضاً، وربما هو الأهم بالنسبة لبكين. هذا عدا عن تهديد واشنطن بحظر تطبيق تيك توك الذي يحظى بشعبية كبيرة على أراضيها إذا لم تقم الشركة الصينية ببيعه. إذن يبقى السؤال، هل ستتخلى الصين عن تنميها لتبديد مع خاوف الولايات المتحدة راوية؟ هل ستقبل الصين بذلك؟ سأنقل هذا السؤال محاسن إلى ضيفنا من القاهرة الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا بك. هل برأيك ستتخلى الصين عن التنمية والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعمل عليه ووصلت إليه في سبيل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بأن بلينكين سيزورها في القادم من الأيام؟ قولا واحدا لا. يعني قضية التقدم الاقتصادي بالنسبة للصين هي قضية استراتيجية كبيرة أكثر من أي قضية أخرى. يعني كما رأينا في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، الصين تقريبا لا يوجد لديها استراتيجية ذات طبيعة جيوسياسية أو جيوستراتيجية، وبالتالي فإنه الصين لا تدخل في أي شيء إلا فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، ولا حق أنها عندها القدرة التنافسية الصينية عالية. يعني نذكر جميعا أن موضوع سلاسل الإمداد التي تعني السلاسل الصينية أثناء فترة الكورونا استمرت بعد فترة أوكرانيا ولا تزال تستمر حتى الآن. الصين لديها معركة أخرى مع الولايات المتحدة تتعلق بمراجعة دور العملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي، أيضا طريقة عمل منظمة التجارة العالمية، أن يكون هناك يعني موقف غير معارض من الولايات المتحدة لمشروع الحزام والطريق الصيني. الصين استراتيجيتها العالمية أو الكوكبية إذا جاز التعبير هي استراتيجية جوهرها اقتصادي، وأعتقد أنها سوف تستمر على هذا النحو حتى تقوم الولايات المتحدة يعني بالتفاوض حول النقاط التي تثيرها الصين وليس النقاط التي تتحدث عنها الولايات المتحدة. طيب، الصين غاضبة جدا من حزمة المساعدات المقدمة كان لروسيا أو حتى لتايوان، حزم المساعدات، كيف ستتعامل؟ ما التصعيد الذي سيحصل؟ التصعيد واقع بشكل يعني ليس عنيفا، يعني وهو تأييد روسيا. يعني روسيا تحملت المقاطعة الكبيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وقام بها الغرب عموما، ومؤخرا ما تحدثت عنه عن الصفقة الجديدة للمعونات الأمريكية إلى أوكرانيا، أعتقد الصين سوف يكون سبيلها لذلك هو تقديم قدر أكبر من الدعم في لروسيا. وإن كان في تصوري أن هناك اعتبارا من الخريف الماضي بعض النقاط بين الولايات المتحدة والصين، ويفسر ذلك الزيارات الكثيرة والمقابلات الحديثة بين أعضاء في حكومتي البلدين خلال الفترة الأخيرة، بعضها لا علاقة بموضوع على سبيل المثال اللي هو الاحتباس الحراري، موضوع لا يمكن أن يحل أو يتم التعامل معه بدون تعاون أمريكي. وفي مناطق أخرى كمان استعانت الولايات المتحدة بالصين فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران،
يعني في الفترة الأخيرة كانت الصين أحد الطرق التي جرى فيها توصيل رسائل إلى إيران، فالوضع ليس يعني متصادما، متنافسا وأحيانا تنافس ساخن، لكن حتى الآن لا يوجد في الميديا العالمية حتى صفقات اقتصادية تقوم بها الصين تجاه دولة مثلا. الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري على وجودك معنا. إلى الولايات المتحدة الآن، فمع بدء المحاكمات الأشهر في تاريخ أمريكا بحق ترامب في قضية شراء الصمت، الادعاء يقول إن ترامب أفسد انتخابات عام 2016، والأخير يصف الأمر بالعار، وقال إن المحاكمات هي جزء من محاولة لإبعاده عن مسار الحملة الانتخابية. وخلال المحاكمة كان لدى المحامين من مكتب ألفين براغ مدعي عام مانهاتن 40 دقيقة لتقديم بياناتهم الافتتاحية، فيما كان لدى محامي ترامب 25 دقيقة. أما المحلفون فقد استمعوا إلى الشاهد الأول ديفيد بيكر الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات. وفي آخر استطلاع للرأي حول محاكمة ترامب أجرته ياهو نيوز ويوغوف، أظهر أن نسب متزايدة من الناخبين المستقلين يعتقدون أن قضية شراء الصمت تنطوي على جريمة خطيرة، وحوالي 51% من المشاركين في الاستطلاع أنه لا ينبغي السماح لترامب بمنصب الرئاسة مرة أخرى إذا أدين في تلك القضية، رقم شمل 16% من الجمهوريين، فيما نحو 53% من الناخبين في الولايات المتحدة المتأرجحة الرئيسية قالوا إنهم سيرفضون التصالح أو التصويت لصالح ترامب إذا أدين بارتكاب جريمة، ويرتفع هذا العدد إلى 55% إذا حكم عليه بالسجن. إذن محاكمات ترامب تبقى عالقة وتلقي بظلالها عليه، فالمرشح الجمهوري يعاني الأمرين بسبب إنفاقه 3.6 مليون دولار أتعابا للمحامين حتى مارس الماضي فقط، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية وسط تساؤلات حول كيفية وكفاية الأدلة لإدانة الرئيس. ففي جلسة المرافعات الافتتاحية في قضية ولاية نيويورك تبدو حجج الولاية قوية، حيث تشكل إجراءات المحاكمة الجنائية في منهاتن خطرا كبيرا على ترامب. القضية في نيويورك عرفت باسم شعب نيويورك ضد ترامب، وتضم القضية شهود من الداخل ومجموعة من المحلفين وحقائق كثيرة قد تدين الرئيس وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، إلا أن الإدانة لن تكون مضمونة، حيث سيستغل محامو ترامب على مدى الأسابيع الستة المقبلة ثلاث نقاط ضعف واضحة، أولها مصداقية الشاهد الرئيسي، وثانية هي مسؤولية الرئيس، وثالثا التعقيد القانوني للقضية، كما أن دفاع الرئيس السابق يلعب على سلاح الزمن، حيث يشار إلى أنه بعد أشهر من الطعون لتأجيل بدء المحاكمات يسعى الدفاع لإبطاء الإجراءات القانونية مع اقتراب انتخابات نوفمبر. ومن المحتمل أن يكون هناك العديد من الاعتراضات والقضايا الجانبية أثناء المحاكمة، لأن دفاع الرئيس يركز بالكامل على الحفاظ على كل قضية للاستئناف. في الجلسات الافتتاحية لمحاكمة ترامب كان الأسلوب الذي انتهجه الادعاء يروان واضحا بأنه ضد ترامب. الخيط الرئيسي لهم كان اتهامه طبعا بإفساد انتخابات عام 2016. نعم راوية، لكن دعينا لا ننسى بأن ترامب يواجه أيضا 34 تهمة جنائية، وفي حال إدانته فمن المتوقع أن يواجه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات. قد تكون قضية شراء الصمت هي الوحيدة من بين 4 دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، حيث ينظر العديد من الخبراء القانونيين لهذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب. لكن الرئيس السابق أمام 3 تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020 وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021. ترامب يدفع بأنه غير مذنب في تلك القضايا ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض
حملته، لكنه الآن يواجه بجانب التحديات تلك تهمة ازدراء المحكمة بسبب تعليقاته على الشهود والمحلفين التي اعتبرها ممثلو الادعاء في نيويورك بأنها شكل من أشكال الترهيب وانتهاك متكرر لأمر حظر النشر القضائي الصادر بحقه. وإذا وجد أن ترامب مذنب بتهمة ازدراء المحكمة فقد يؤدي ذلك إلى دخوله السجن ويولد نزاعا مع الجهاز الأمني المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين. شكرا لك روان، هذه التساؤلات سأنقلها إلى ضيفنا طبعا من واشنطن، ينضم إلينا توم ديفيز المحامي وعضو مجلس النواب السابق. أهلا بك سيد توم. يعني كما استمعنا قضية شراء الصمت وتهم جنائية عديدة أخرى يواجهها دونالد ترامب، فعليا ما التهمة الأخطر وهل يعني ما يقدم من أدلة كافية لإدانته؟ طبعا الأدلة كافية لإدانتها، والإدانة هي طبعا مستوى متدني. هناك قول في القانون الأمريكي بأن المدعي يمكن أن يدين ساندويتش، لكن السؤال في ماذا يمكن التوصل إلى إدانة حقيقية، فالطرفان سيدافعان قضيتهما. هذا ليس برأيي التهمة الأخطر ضد ترامب، وهذا ربما هذه ربما هي التهمة الأضعف ضد الرئيس السابق ترامب. لكن المشكلة هي أن هيئة المحلفين المكونة من 12 عضو إذا ما قرروا النظر في القضية والسجلات، وإذا ما إذا لم يحصلوا على أي دعم لترامب في نيويورك، إذا أصدر طبعا 12 عضوا في هيئة المتحلفين رأي واحد، فهذا قد يؤدي إلى تأثير على الناخبين على الرغم من ترامب ليس لديه شعبية في نيويورك، وبالتالي فأعضاء هيئة المحلفين ليسوا من مؤيدي ترامب، وبالتالي فيمكن له أن يكسب هذه القضية. طيب هناك انتهاك متكرر من ترامب لموضوع حظر النشر القضائي الصادر بحقه، كيف سيؤثر ذلك على مجريات المحاكمة؟ أعتقد أن رئيس ترامب يرى بأن الرئيس بايدن يخوض حملته الانتخابية، وهو طبعا يستخدم الشهود ضده من خلال القول بأن له الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيساعده في قاعة المحكمة، وهذا لن يساعده في هذه القضية، ولكن هو يشعر بأنه يحتاج للدعاء الانتخابي، ويرى أن هذه المحاكمة هي سياسية، وحتى لو تم إدانته فمن حقه مواصلة حملته الانتخابية. لا أعتقد أن هذه استراتيجية ناجحة، فإذا نجح في كسب هذه القضية وإذا أوقف الادعاء من الحصول عن إدانة، فأعتقد أن شعبيته سوف تزداد، والرأي العام يشعر بحالة من عدم اليقين بشأن هذه القضية، حيث أنه ليس هناك أي معلومات بشأن تأثير الإدانة على الرئيس ترامب. طيب سيد توم، في حال لم تقوم المحكمة بإدانة دونالد ترامب، ما الذي يمكن أن تفرضه عليه؟ يعني في حال السجن أم لا، ما الذي يفرض؟ بموجب القانون يمكن أن يسجن أو يمكن أن يدفع غرامة كبيرة أو يدفع شيء أقل من ذلك، وأعتقد هناك شكوك بأن يتم سجنه. هذه ليست قضية اتحادية وإنما تخص ولاية نيويورك، فلا أعتقد أن ليس هناك قاضي سوف يسجن مرشح رئاسي. يمكن يحدث ذلك في فنزويلا وباكستان، وهذا أمر جديد
جديد في السياسة الأمريكية، وأعتقد أن الكثير من الجمهوريين يرون هذه المحاكمة تقوض الديمقراطية، ولكن يجب أن نتذكر أن الأمر يتعلق هنا بنظام ديمقراطي، والجمهوري لا يحظون بشعبية في نيويورك، وبالتالي هيئة المحلف لها رأي، ولا ليس مرجحا أن يتم سجن الرئيس. من واشنطن السيد توم دافيز المحامي وعضو مجلس النواب السابق، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل رسالة من الفضاء من على بعد 24 مليار كيلومتر. ناسا تتلقى استجابة من مسبار فضائي انقطع الاتصال به منذ 5 أشهر. أهلا بكم من جديد. الأرض تتلقى رسالة من الفضاء من أهم مسبار في تاريخ البشرية، فوياجر 1، حيث تلقى استجابة مفاجئة بعد أن انقطع الاتصال به منذ 5 أشهر، حيث تمكن فريق ناسا من تحقيق أبعد عملية إصلاح في التاريخ لأكثر مركبة فضائية بعيدة في الكون. تسطر هذه المركبة الفضائية التاريخ أكثر من مرة باعتبارها المسبار الأكثر بعداً في الكون والأطول عمراً، وأيضاً قيامها بأبعد عملية إصلاح خارج حدود الكوكب وكذلك خارج الغلاف الشمسي برمته. إنها فوياجر 1. 5 شهور من الصمت، لا بيانات تصل منها ولا إشارات لاسلكية، لكن ها هو الفريق الفني وعن بعد مليارات الأميال يصلح عطلاً أصاب أجهزة الحاسوب على متنها. واستطاع العلماء على الأرض أخيراً أن يكتشفوا الخلل باستخدام تقنيات التحكم عن بعد لمركبة تبعد عنهم ما يعادل 24 مليار كيلومتر. وبناءً على هذا البون الشاسع بينهما، فإن كل معلومة منها وإليها تستغرق 22 ساعة ذهاباً ومثلها إياباً. وفعلاً أعلنت ناسا عن استئناف إرسال التحديثات وتبادل البيانات من مسافة هائلة. هذه المركبة التاريخية تخطت التوقعات مراراً منذ إطلاقها عام 1977، كانت قد حلقت إلى جانب توأمتها فوياجر 2 لمدة 5 سنوات لاستكشاف النظام الشمسي والطيران حول المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وها هما تقتربان من عامهما 50، وكذلك ربما ستسافران بأهدافهما بعيداً نحو النجوم إلى الأبد. إسراء الصغير العربية. مسبار فوياجر 1 هو أبعد مركبة فضائية من صنع الإنسان عن الأرض، يبعد حوالي 24 مليار كيلومتر ويعمل خارج الغلاف الشمسي. شكله كما نرى هنا عبارة عن فقاعة منتفخة من الرياح الشمسية المكونة من المجالات المغناطيسية والجسيمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من مدار كوكب بلوتو. هذا المسبار الذي يعتبر من أهم ما صنعته البشرية في علوم الفضاء عاود إرسال البيانات للمرة الأولى منذ أشهر بعد أن توقف عن تلقي الأوامر من وكالة الفضاء ناسا بسبب مشكلة ناجمة عن شريحة موجودة في جهاز كمبيوتر في المسبار مخصص لتنسيق البيانات العلمية والفنية قبل إرسالها إلى الأرض. وتوصلت ناسا بعد جهد كبير إلى حل مبتكر لنقل الرمز الضروري، وتم إطلاق مسبار فوياجر 1 عام 1977 لاستكشاف مناطق كونية مجهولة على طول الحدود الخارجية للنظام الشمسي، ويعد مسبار فوياجر 1 المركبة الفضائية الأطول تشغيلا في التاريخ. إلى الرياضة، حيث لا يزال الجدل حول أداء التحكيم في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة مسيطراً على جماهير الناديين ووسائل الأعلام في إسبانيا. وسقط برشلونة في فخ الخسارة أمام ريال مدريد ب3-2 الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل عندما رفض الحكم مطالبات برشلونة باحتساب هدف من اللاعب لامين يامال بداعي أن كرته تجاوزت
خط المرمى، إلا أن الحكم طبعا رفض الأمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بينما تغيب تقنية خط المرمى عن منافسات الدوري الإسباني حتى الآن. طبعا هناك جدل تحكيمي أيضا لكن في الدوري الإنجليزي، حيث أعلن نادي نوتنغهام فورست أنه قدم طلبا رسميا إلى لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا لنشر تسجيلات المحادثات بين الحكام خلال هزيمة الفريق أمام إيفرتون في الدوري بداعي رفض الحكام احتساب 3 ركلات جزاء طالب بها لاعب نوتنغهام. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي الرياضي زياد فؤاد، أهلا بك سيد زياد. أهلا. يعني تقنية خط المرمى تغيب عن الدوري الإسباني، معروف الدوري الإسباني لديه شعبية وجماهيرية عالمية وهو محترف، لماذا تغيب هذه التقنية؟ والله هو السؤال، ماذا أضافت التقنيات أساسا للمباريات؟ إذا كان في أخطاء تحكيمية في وجود الفار وحتى في وجود التقنيات زي عين الصقر عن المباراة، يعني موجودة في المباريات ومع ذلك الأخطاء ما زالت موجودة، ايه السبب في زياده الاخطاء في الفتره الاخيره؟ الدوري الانجليزي انديه كتير لكن هو اعذرني، ولكن هي تقنيه دورها اكتشاف الاخطاء وليس يعني انه ما تخليها توقع اصلا. ما هو مفروض نظريا ان هي تقليل الخطا البشري من الحكام، هو وجود التقنيه هي اضافه الى كره القدم لتقليل الخطا لتحقيق العداله ما بين الفرق، لكن اللي حاصل ان التقنيات بدا يبقى في شكوى منها هي نفسها، تقنيات الفار بيتم مراجعتها نتيجة محادثات بتحصل في الباك جراوند أو في الخلفية بيتم التحقيق فيها. طب الأخطاء بتزيد ليه في وجود الفار؟ عدم وجود خاصية عين الصقر في الدوري الأسباني هو علامة استفهام كبيرة، خاصة في ظل أن في أقاويل كتير جدا وفي اتهامات كتير جدا بالمحاباة لريال مدريد في كثير من المباريات، وده كلام الجماهير، هو ما فيش عليه دليل رسمي لكن هو موجود وكلام موجود. هل بيغيب عن الدوري الإسباني الأموال الكافية لوضع التقنية؟ مش موجودة، لكن أنا السؤال هنا هو هل فعلا التقنيات الكمبيوترايزد أو اللي هي المعمولة على الكمبيوتر أو التقنيات الفيديو هل هي فعلا قللت الأخطاء ولا الأخطاء ما زالت متواصلة؟ رأيك؟ أنا رأيي الشخصي إن ما زالت متواصلة لأن التقنيات ما قللتش الأخطاء، بالعكس ده هي زودت التساؤلات. كيف تعامل نادي برشلونة مع الواقعة الأخيرة بالمباراة الأخيرة وعدم وجود هذه التقنية؟ لأنه تبين لاحقا بأنه قبل انطلاق الدوري رئيس النادي صوت ضد هذه التقنية بعدم استخدامها. هو تعامل نادي برشلونة في الآخر هو ما لن يغير من الواقع، لن يغير من الأمر ان في اهداف او في فرص او في حاجات كتير جدا اتحسبت. ولكن اذا كنت طالب بهذه التقنيه يعني لماذا لم تدعمها؟ هو ما الاستراتيجيه، يعني ما الهدف؟ لا هو لم يدعمها لاسباب اخرى، انا عايز بس اقول ان التقنيات دي احيانا اضعفت شخصيه الحكام، لان هو الحكم بقى في الملعب كان قبل كده الحكم مالك قراره او مالك شخصيته في الملعب بيفرضها على الفرق كلها لان هو اللي بياخد القرار. دلوقتي بقى في نوع من انواع الاتكاليه ودي الاثار الجانبيه للتقنيات، ان بقى في اتكاليه من الحكم على تقنيه الفار اللي هي مش دقيقه، فبالتالي القرار في النهايه بيطلع مش دقيق. طيب ننتقل الى الدوري الانجليزي، نادي نوتنغهام فورست عم بيطالب ببيان بالاستماع لاتصالات بين حكم المباراه وحكم الفيديو، نحن كجمهور لماذا لا نستمع مباشره لهذه الاتصالات، هذا التواصل مباشرة؟ هو لن يضيف الكثير استماعنا احنا شخصيا كجمهور، ولكن هي اتطبقت في كتير من المباريات اللي هو فكره سماع التقنيه الناس بيقولوا ايه في الخلفيه، لكن هو لن يضيف الكثير لان القرار في الاخر ليس دقيقا وفي انديه كتير بتتضرر. تبين انك ضد هذه التقنيه. انا ضد التقنيه اذا كانت مش كامله، لو اكتملت التقنيه وبقت فعلا ما الذي ينقصها لتكتمل؟ ينقصها ان العامل البشري يقل فيها، هي لازم تكون تقنيه، طالما تقنيه يبقى احنا بنتكلم على الكمبيوتر، لكن لو احنا بنتكلم على اخطاء بشريه ما زالت موجوده يبقى اذا ما الداعي ليها، بالعكس انا قللت من قوه الحكم نفسه. شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات الرياضيه زياد فؤاد الصحفي الرياضي. العديد من الظواهر المناخية المتطرفة شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، آخرها
الفيضانات التي تضرب الصين حاليا، فماذا في التفاصيل لميس؟ بالفعل فقد أصدرت السلطات الصينية يا راوية أعلى مستويات الإنذار في المناطق التي تعرضت لهذه الفيضانات. هذا وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير لها أن آسيا كانت الإقليم الأكثر تضررا من الكوارث المرتبطة بالمناخ في العام 2023، حيث خلفت الفيضانات والعواصف ضحايا وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد. ووفقا للتقرير فإن 2023 كان العام الأحر على الإطلاق الذي شهده الكثير من بلدان الإقليم طوال تاريخها، حيث ترتفع درجة الحرارة في آسيا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، كما أبلغ في عام 2023 عما مجموعه 79 كارثة حدثت في آسيا نجمت عن ظواهر جوية وهيدروجية خطيرة، وارتبط أكثر من 80% من هذه الكوارث بالفيضانات والعواصف، وأدت إلى وفاة أكثر من 2000 شخص وتضرر 9 ملايين آخرين تضررا مباشرا. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يا راوية أن هناك حاجة ملحة لتقديم دعم وخدمات مصممين خصيصا لتنفيذ الاستراتيجيات والتدخلات الرامية إلى التخفيف الفعال من مخاطر الكوارث المتزايدة. العالم الليلة انتهى، القادم خارج الصندوق على شاشة العربية. لم يبقى إلا أن نذكركم بالعناوين. بعد 200 يوم للحرب، غزة مدمرة ومحادثات متوقفة، وحماس أمام ضغط عسكري وسياسي بدأ في واشنطن وانتهى في الدوحة. مجلس الشيوخ يقر دعما عسكريا لتل أبيب وكييف، وأمريكا تنكر على الصين علاقتها بروسيا وتقر دعما لأوكرانيا. بكين غاضبة من واشنطن وتعتبر أن نهجها منافق. ترامب يراكم جبل التهم بتهمة جديدة، الرئيس السابق يواجه تهمة ازدراء المحكمة بسبب تعليقاته على الشهود. ورسالة من الفضاء من على بعد 24 مليار كيلومتر، ناسا تتلقى استجابة من مسبار فضائي انقطع الاتصال به منذ 5 أشهر. وفي خارج الصندوق بعد قليل نطرح السؤال، بعد 200 يوم من الحرب في قطاع غزة التي تابعها العالم، من المنتصر ومن المنهزم، أم أنها حرب بلا منتصر؟ ولدينا أيضا فيلم سينمائي يغازل مشاعر الأمريكيين الخائفة من حرب أهلية.